ماراثون تزويج القاصرات ينطلق من البرلمان. إذن تعديل قانون الأحوال الشخصية يصل لمرحلة الحسم، الخندق المعارض إلى يتسع، والموضوع وصل للمنظمات الدولية والصحافة العالمية أيضا، فخلونا نتابع. باختصار، تعديل قانون الأحوال اللي انقرب البرلمان أثار موجة غضب واسعة بأوساط المجتمع المدني، والسبب أنه كما يقول المعترضين يعزز الطائفية ويهضم حقوق المرأة ويشرع زواج القاصرات. لذلك طلعت مظاهرات ضده في بغداد والنجف، وخرجت بيانات كثيرة تبين خطورته. الصحافة العالمية أيضا تناولت الملف بتقارير بينت موارد الاعتراض عليه، وأعادت التذكير بالأرقام اللي نشرتها منظمات حقوقية عالمية فيما يخص عدد الزيجات غير القانونية اللي عقدها رجال الدين بالعراق بالعشرين سنة الأخيرة. بحسب بعثة الأمم المتحدة مثلا، هكذا زيجات 22% منها تشمل فتيات تحت سن 14 عام، وهذا يعني أن القانون الحالي فشل بالسيطرة على زواج القاصرات وكان يجرمه. طيب كيف إذا تعدل هذا القانون وصار يبيح زواج القاصرات؟ إش قد توصل النسبة؟ الاحتراض الأساس أنه الزيجات غير المسجلة تستخدم كثغرة لتمكين زواج الأطفال، وهذا بدوره يؤدي لضياع حقوق الزوجة بعد الطلاق وبالنفقة، ناهيك عن مشكلة حضانة الأولاد. مشكلة التعديل الجديد أنه راح ينطي شرعية لهذه المشاكل الكبيرة. هذه الحملة من التوعية بمخاطر القانون استفزت النواب الداعين إليه، وخلتهم يعاندون أكثر للتصويت عليه، وبدأوا يتهمون المعارضين بأنهم يحاربون المذهب والشرع ويمثلون السفارات الأجنبية، واتهموهم بمنع الناس من التمتع بحقهم في اختيار المذهب اللي يريدوه بتنظيم أحوالهم الشخصية. هنا لازم ننتبه للي جاي يصير، وهو أنه أكو جهات ومدونين جاي يراجعون فتاوى وأحكام السيد السيستاني الفقهية بالجوانب اللي تخص التعديل، وهاي محاولة لإيهام الجمهور بوجود موقف للمرجعية من خلال القول إنها تدعو لنفس ما يدعو إلى التعديل. طبعاً هذا مو صحيح، لأن المرجع ما أنطى موقف صريح لحد الآن، بل هناك من يتوقع أن تعلن النجف رأيها ضد التعديل باللحظة المناسبة. الخلاصة، إذا أكو شيء يفخر به العراق فهو مدنيته وموازنته بين القانون والشرع. من سنة 59 ما حد اشتكى من وجود مشاكل بقانون الأحوال الشخصية. اللي يريد يحفظ حقوق بنته يعقد إلها بالمحكمة بعد ما يعقد السيد أو الشيخ، واللي يبقى على العقد يفرط بحقه أمام القانون. التعديل الجديد يريد يحرم أجيالنا القادمة من هاي النعمة وينطي الشرعية للي يزوج بنته القاصرة. فرجاء سدوا هذا الباب، أو على الأقل أجلوا الموضوع حاليا. حياكم الله.